بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي، أصدقاء الكتاب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست كتاب مفتوح، تأتيكم من استوديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس الليبية. معكم من هناك كما العادة محدثكم The Prof علاء الشريف. أرحب بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من البودكاست، والتي تأتيكم عبر anchor.fm ومنصاته المتعددة، Apple Podcasts، Google Podcasts، Spotify. نحن موجودون كذلك على كافة منصات الاستماع الأخرى. كذلك يمكنكم الاستماع إلينا عبر قناتنا على يوتيوب، قناة خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي. فأيما كانت الوسيلة التي اخترتموها للاستماع إلينا عبرها، وحيثما كنتم تستمعون إلينا في أرجاء هذا العالم الفسيح، مرحبا بكم جميعا معنا فردا فردا. في الحلقة الماضية من البودكاست كنا قد تكلمنا عن ظاهرة القراءة، وتساءلنا لماذا لم يعد الكثير منا يقرؤون. ناقشنا فوائد تلك العادة الجميلة، وتحدثنا عن السبل التي يمكننا اتباعها إذا كنا نريد بالفعل إعادة الصلة بالكتاب إذا ما كانت المسافة ما بيننا وبينه قد بعدت، وناقشنا كيف يمكننا تنمية تلك العادة في نفوسنا وأنفس أطفالنا. أود هنا أن أتساءل إذا كان أحدا ممن استمعوا إلى الحلقة ولم يعودوا يقرؤون بالفعل، إذا ما كانت قد حركت فيهم الرغبة في العودة إلى القراءة، وهل بدأوا يقرؤون بالفعل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الكتب التي التقطتموها من على أرفف المكتبة، أو ذهبتم إلى إحدى المكتبات لشرائها وبدأتم في قراءتها بالفعل؟ ما هي القصص التي تقرؤونها لأطفالكم قبل النوم؟ ليتكم تشاركونني بإجابة ذلك السؤال في تعليقاتكم على هذه الحلقة في الأماكن المخصصة للتعليق، أو عبر صفحتنا الجديدة على موقع فيسبوك، حيث قمت بالفعل بإنشاء صفحة مخصصة لهذا البودكاست، سوف أترك لكم الوصلة إليها في وصف هذه الحلقة. هذه الحلقة التي سوف تكون الأولى التي نناقش فيها أعمال كاتب من الكتاب أو أديب من الأدباء، والتي اخترت لها بعد إذنكم طبعا أن يكون موضوعها أديبا من بلدي من ليبيا، وهناك عدة أسباب لذلك. فليبيا بلدي قد عانت لسنوات طويلة من الطمس ومن التهميش، حيث تم إخفاؤها خلف خيمة ذلك الدكتاتور الذي حكمنا لما يزيد عن 4 عقود ولم يصدر العالم سوى صورته، وبالتالي أخذ أغلب الناس، ولا أقول جميع الناس، هناك من هو من خارج ليبيا وعلم عن ليبيا، ولكن أغلب ممن لم يزر ليبيا ولم يتعرف إلى إنسان من ليبيا قط، فالشيء الوحيد الذي يعرفه عن ليبيا هو ذلك الدكتاتور. فكانت الصورة النمطية عن الليبيين أنهم غوغائيون، فوضويون، مخربون، همج، يرتدون ملابس غريبة ويتفوهون بهرطقات وكلام لا معنى له. تلك هي الصورة النمطية التي سادت، حتى أن الناس عندما نسافر للخارج ويسألوننا من أين أنتم ونقول لهم من ليبيا، لا يعرفونها حتى نذكر لهم اسم ذلك العقيد، وعندما نقوله لهم يقولون لنا آه، ثم يهربون منا. ولم يعلم أغلب هؤلاء بأن ليبيا مثلها مثل أي بلد أخرى، لها أدباء وكتاب وعلماء ومفكرون ورياضيون ومبدعون في كافة مناحي الحياة، ولكن للأسف لم يعرفوا عنا سوى تلك الصورة السيئة. وحتى بعد تلك الثورة العظيمة التي اقتلعت خيمة ذلك الدكتاتور وأطاحت بعرشه إلى الأبد، لم يستطع الليبيون بعد، ولم تتح لهم المجال، الفرصة لكي يعرفوا عن وجههم الحقيقي، لأنهم لشديد الأسف انشغلوا بالصراعات الداخلية ما بينهم وبين بعض، وبالاقتتال الداخلي وبالفتن وبالمشاكل، وبالتالي لم يتفرغ الليبيون بعد
لتصدير الصورة الحقيقية والوجه المشرف لهم. ولكن ذلك لا يعني بأن ليبيا ليس لها وجه مشرف تصدره. وكما أن للأمريكيين مثلاً مارك توين، وللإنجليز مثلاً تشارلز ديكنز، وللفرنسيين فيكتور هوغو، وللروس تولستوي، وللمصريين طه حسين أو العقاد، لنا في ليبيا أيضاً أديب عظيم كبير يعد عميد الأدب الليبي وأحد أعمدة الأدب العربي المعاصر، هو الشيخ الأستاذ علي مصطفى المصراتي، وهو من اخترته ليكون موضوع هذه الحلقة من بودكاست كتاب مفتوح. بإجراء عملية بحث بسيطة في موقع جوجل أو ويكيبيديا يمكننا معرفة المعلومات العامة عن الرجل، مكان وتاريخ مولده، وأهم المناصب والأعمال التي تولاها، حيث سنعرف بأن الرجل من مواليد 18 من أغسطس سنة 1926 في مدينة الإسكندرية المصرية، حيث كان أهله قد نزحوا من ليبيا إلى مصر إبان فترة الاستعمار الإيطالي ليبيا، إلا أنه عاد إلى ليبيا بعد ذلك في فترة الاستقطاب. تولى الأستاذ علي مصطفى المصراتي عدداً من المناصب في ليبيا، كان من أبرزها أنه ترأس مجلة هنا طرابلس في سنة 1954، كان مديراً للإذاعة الليبية في فترة من الفترات، وأسس لعدد من الجرائد والصحف والمجلات الليبية، كما أنه كتب الكثير من الأعمال، لديه قائمة طويلة جداً من المؤلفات التي تحمل توقيعه، من أعلام من طرابلس التي طبعت سنة 1955 مروراً بالعديد من الأعمال والمجموعات القصصية والتأريخات والدراسات الاجتماعية الأخرى. كتب لمحات أدبية من ليبيا، شعر من ليبيا، جحا في ليبيا، صحافة ليبيا في نصف قرن، كتب غومة فارس الصحراء، كفاح صحفي، المجتمع الليبي من خلال أمثاله الشعبية، مرسال وقصص ليبية أخرى، ابن حمديس الصقلي، الشراع الممزق، شاعر من ليبيا، أسد بن فرات فاتح صقلية، حفنة من الرماد، سعدون البطل الشهيد، ابن غلبون مؤرخ ليبيا، الصلات بين تركيا وليبيا التاريخية والاجتماعية، الكثير 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 من الكتابات التي حملت توقيع الأستاذ علي مصطفى المصراتي. كذلك فقد كان للأستاذ علي مصطفى المصراتي مواقف وطنية مشرفة، حيث خرج في مظاهرات ضد تواجد القواعد الأجنبية في ليبيا في فترة الخمسينات، وتعرض إلى السجن 3 مرات بسبب مواقفه الوطنية المشرفة تلك. إلا أنه لم يحظى الكثير من الشهرة هنا في بلده ليبيا، والتي أستطيع أن أقول عنها وأرجو أن يعذرني الجميع، ولكن هذا الواقع، هذا ما نراه في واقع حالنا في ليبيا. بلدنا ليبيا جحود لأبنائها المبدعين، ولا تعترف بهم إلا بعد وفاته. ما أكثر المبدعين الليبيين الذين عاشوا وقبعوا في الظل ولم يسمع بهم أحد إلى ما بعد وفاته، وكان الأستاذ علي مصطفى المصراتي أحد هؤلاء. رأينا اسمه في بعض النصوص الأدبية التي كانت مقررة علينا في الفترة الثانوية، وكان يطل أحيانا في التلفاز في ندوات لا يشاهدها الكثيرون، برغم من أنه كان مشهورا على المستوى العربي، وكان يدعى إلى الكثير من المحافل والمجامع ويلقي الكلمات ويتم الاحتفاء به، إلا أنه في بلده لم يحظى بالكثير من التكريم وبالكثير من الإشادة في حياته. كتابات الأستاذ علي مصطفى المصراتي كانت تعد بمثابة عدسة مصور تلتقط المشاهد من الحياة الليبية في الخمسينات والستينات. ولاحظوا أن ذلك في الفترة ما قبل إنشاء التلفزيون الليبي، وما قبل وجود الأعمال الدرامية والمسلسلات والأفلام وغيرها، وبالتالي فقد كانت الأعمال التي يكتبها الأستاذ علي مصطفى المصراتي عن ليبيا وعن الحياة في ليبيا تعد أصدق نقل عن صورة هذا المجتمع إلى بقية العالم. وما تزال تلك الأعمال موجودة على أرفف المكتبات، وبإمكان المرء أن يعود إليها ليتعرف إلى شكل الحياة في ليبيا في تلك المرحلة. ويحضرني هنا الأستاذ الرسام الساخر الليبي محمد الزفاوي،
والذي نقل برشاته صورة معبرة جدا لشكل المجتمع الليبي، وكثير من الناس قد شاهدوا رسومات الأستاذ محمد الزواوي. مثل رسومات محمد الزواوي نستطيع أن نقول بأن قصص وكتابات الأستاذ علي مصطفى المصراتي تمكنت هي الأخرى من تصوير المجتمع الليبي بطريقة معينة. وقد حصل نوع من التعاون ما بين الرجلين خلال أحد أعمال الأستاذ علي مصطفى المصراتي، حيث رسم الرسام الكاريكاتيري محمد الزواوي صورة الغلاف لأحدى مجموعة الأستاذ علي القصصية، مجموعة القرد في المطار. صورة الغلاف معبرة جدا وتستشعر تلك النكهة الليبية عندما ترى صورة بريشة محمد الزواوي وكلمات الأستاذ علي مصطفى المصراتي. قصص المصراتي كانت جزيلة جميلة جدا في أسلوبها، يمتلك كلمات رائعة، أسلوب ساخر جميل وبسيط في نفس الوقت، يعني في الوقت الذي نستطيع أن نقول بأن أعماله كانت ثرية جدا، فصيحة جدا، مليئة بالتعبير ومليئة بالمصطلحات وبالكلمات، إلا أنها كانت في الآن ذاته بسيطة، سهلة الفهم، ممتعة وصادقة جدا في نقلها لصورة المجتمع الليبي. كان يجيد تصوير الأماكن والمشاهد والروائح والأشياء بحيث تشعر كما لو أنك انتقلت عبر آلة الزمن لمعايشة أحداث ورؤية المشاهد التي يكتب عنها، وبأسلوب قل نظير. تشرفت شخصيا بلقاء الأستاذ علي مصطفى المصراتي بمرة واحدة في حياتي، تلك المرة الوحيدة والعابرة، كانت مؤثرة جدا علي في تلك السن المبكرة وظلت محفورة في ذاكرتي، وكتبت عنها بعد رحيل الأستاذ عن دنيانا يوم 29 من ديسمبر سنة 2021، يعني بعد ذلك اللقاء بسنوات عديدة. أحببت أن أتشارك معكم تلك الكلمات التي كتبتها عبر مدونتي، وسوف أترك وصل إليها كذلك في وصف هذه الحلقة لمن يريد منكم أن يعود لقراءته بنفسه. قلت: كنت في حوالي 20 من عمري عندما التقيته ذات يوم بالصدفة في شارع عمر المختار. كان يرتدي بذلة أنيقة وتبدو عليه أمارات الهيبة والوقار، وهو يمشي بهمة ونشاط لا تتفقان مع كبر سنه. حييته سائرا: السلام عليكم، ألست الأستاذ علي مصطفى المصراتي؟ توقف في مكانه واستدار إلي مبتسما، ثم سألني بلهجة أقرب إلى العربية الفصحى: بلى أنا هو، ولكن كيف عرفتني؟ سبق لي رؤية صورة حضرتك في التلفاز، أنت أديب وكاتب كبير. اتسعت ابتسامته وسألني: وماذا قرأت لي؟ أجبته: بعض نصوصك كانت مقررة علينا في المدرسة الثانوية، ولكنني لم أقرأ كتاباً كاملاً لك بعد بصراحة. أطلق ضحكة عالية ثم سألني: أنت فتى مميز، ما اسمك؟ شأن طلاب المدارس أخبرته اسم الثلاثي بحماسة: اسمه علاء الدين صالح الشريف يا أستاذ. وهل أنت من محبي القراءة يا علاء؟ نعم، بل أنا هنا اليوم لشراء بعض الكتب. فماذا اشتريت؟ أريته غلتي، وقد كانت رواية مغامرات شيرلوك هومز، كنت قد اشتريتها لتوي من مكتبة الفرجاني بشارع مزران. أوه، أنت من محبي الأدب البوليسي، عظيم عظيم، ولكن ما رأيك لو تجرب لونا آخر؟ لا بأس بذلك أبدا. أخرج من جيب معطفه دفترا صغيرا كتب فيه بضع كلمات بقلم كان يحمله بجيب قميصه، ثم قطع الصفحة من الدفتر وناولني إياها قائلا بابتسامة لم تفارق محياه: يوم الثلاثاء المقبل اذهب إلى مكتبة الرشيد بشارع عمر المختار وناولهم هذه القصاصة، وستجد لديهم لك هدية قيمة. وصفحني بحرارة قائلة: ما أسعدني عندما أصادف شبابا في مثل سنك من محبي القراءة. ثم افترقنا ومضى كل منا في طريقه. عدت إلى المدينة مساء الثلاثاء المقبل كما أخبرني الأستاذ، وتوجهت إلى المكتبة التي أخبرني عنها، وهناك ناولت الموظف القصاصة التي منحني إياها الأستاذ، وما أن قرأها حتى قال: أنت علاء؟ نعم أنا هو، هل تريد رؤية بطاقة الشخصية؟ أو أشار إلي بكف يده علامة أنه لا داعي لذلك.
ثم أخرج لي من تحت المكتب الذي كان يجلس خلفه كيسا كبيرا مليئا بنسخ من مؤلفات الأستاذ علي مصطفى المصراتي، مهداة إلي وممهورة بخط يده. قال لنا أن نعطيك هذه. عجزت عن النطق وأخيرا قلت: شكرا جزيلا لكم وله، بل الشكر لك أنت، لقد كان سعيدا بلقائك يومها. صفحت صاحب المكتبة وعدت بهديتي إلى محطة الحافلات في شارع بورقيبة، حيث رحت أتصفح إبداعات الأديب العظيم من مكان جلوسي في المقعد الخلفي من حافلة الإيفيكو التي راحت تتهادى في طريقها عائدة بي إلى البيت. إلى ابني علاء مع الشكر، أتمنى لك مستقبلا باهرا. كانت هذه ذكراي الوحيدة مع أستاذنا العظيم عميد الأدب الليبي المرحوم بإذن الله الأستاذ علي مصطفى المصراتي، إلا أنها بقيت محفورة في ذاكرتي إلى الأبد. لم ألتقه بعدها أبدا، ولكنني قضيت ساعات وساعات مع أعماله الأدبية العظيمة. اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك وعظم أجرنا وعزاءنا فيه. كانت تلك الكلمات التي كتبتها عقب وفاة الأستاذ علي مصطفى المصراتي بعد لقائي به ذلك بسنوات عديدة. ما زلت أحتفظ على أرفف مكتبتي تلك القصص التي أهداني إياها، وما زلت بين الفينة والأخرى أزورها وأطالعها. وأحببت في هذه الحلقة من البودكاست أحبتي أن أقرأ عليكم بعض الصفحات من أحد أعمال الأستاذ علي مصطفى المصراتي، لتأخذوا فكرة عن أعمال هذا الأديب الليبي العظيم. القصة التي سوف أقرأها عليكم بعنوان غائب في الحبشة، هذه القصة تجدونها ضمن مجموعته القصصية 50 قصة قصيرة، وتحديدا ضمن مجموعة مرسال التي طبعت سنة 1962. دعونا نقرأ معا هذه القصة القصيرة للأستاذ علي مصطفى المصراتي. غائب في الحبشة. وقفت عند رأسي في المقهى الشعبي هناك في طرف المدينة عجوز تتكئ على عصا طويلة، وقد تقوس ظهرها وأصبح وجهها تجعيدات وخطوط ومنحنيات، وشعرها أبيض مهوشة تحاول أن تربطه بمنديل باهت لا يستقر، وكانت تتلحف برداء مخطط لا يتبين له لون، وتنتعل حذاء قديما لعله كان في يوم من الأيام لجندي حضر معارك الحرب العالمية الأولى. وفي يدها رعشة وقد غارت عيناها وتهدلت أهدابها، وظننتها من اللائي يملأن الطرقات عند عتبات المساجد يطلبن إحسانا. وهممت أن أمد يدي في جيبي، ولكنها قالت في لهجة بها تكسرات من ألم وبحة حزينة: يا ولادي اكتب لي جواب. ولوحت بظرف أبيض في يدها وسألتها: لمن أيتها العجوز الطيبة؟ قالت: لولدي منصور. وكان في يدي قلم أسطر به بعض الخاطرات، وفي جيبي ورقة. وأشرت إليها بالجلوس فأبت وانحنت واتكأت على عصاها بشدة وهي ترسل آهة طويلة ذات سفرة حارة، ورفضت أن تجلس وأبت أن تشرب شيئا. عيب، امرأة تجلس في مقهى؟ وقالت: الله لا يحرم أمك منك، الله لا يحرق لك كبد، الله لا يفقدك عزيز. وانهالت دعواتها مسترسلة. اكتب لي جواب. وسألت: لمن؟ أجابت: لولدي منصور في الحبشة. وأردت أن استوضحها أكثر: في أي بلد من الحبشة؟ الحبشة بلاد واسعة، بلاد كبيرة، وماذا تقولين له في الجواب؟ واتفقت تسترسل: قل له أمك انتظرت 20 عاما وهي تنتظر جواب، ارسل دز جواب، طمني في عليك. وانتابتها نوبة بكاء حادة، ووجدت نفسي في موقف عاطفي حرج، وأخذت ألاينها حتى تكفكفت من دمعاتها المنسابة على حفائر خدها، وسألتها: منصور وين الآن؟ ويش يعمل؟ قالت: أخذوه الملاعين، راحوا برا الحبشة ومعاد يرسل جواب.
عيني ما عاد راته، اكتب قول له. وأخذ التشير بإصبعها وفيه خاتم من الفضة الرخيصة، ووشمات على ظهر يدها، ووشمات أخرى في جبينها بهتت من السنين الطوال. قلت بعد أن كتبت سطرة: إلى حضرة المحترم ابننا منصور. منصور من؟ وتهدج صوتها: منصور ولدي، منصور بن حليمة. وسألت: لكن من أبوه؟ وأجابت: آه، أبوه كان صيد، سيد الرجالة، كامل الأجواد، بو صنديد، وين التريس توا؟ راحت مع الزمان، تعرف بوه، كان له صيت وشنة ورنة، استشهد في معركة الهاني نهار الاثنين، طاح برصاص ودافع عن البلاد ومات شهيد. وبدا في عينيها الغائرتين بريق من حماس، كأنه ينفض عنها رعشة السنين وتكدس الذكريات. وتصبرت حتى أحصل على اسم هذا الأب أو هذا الزوج الشهيد الذي تعتز به زوجته، هذا الجندي المجهول. وكم في ثرى بلادي من جنود مشهولين. وكانت العجوز وفية لذكراه، فقد سرحت صامتة لحظات انقصار كلحظات الحداد التي يقفها الناس في المناسبات، وأبدلت العصا إلى يدها الأخرى لتتكئ عليها وهي تأبى أن تجلس على المقعد في المقهى، وقالت: اسمع يا ولادي، ما تعرفش راجلي اللي طرابلس كلها تعرفها؟ كان طويل عريض جميل، بو منصور لو تعرفه، كيف ما سمعتش عليه؟ خداني وأنا بنت 14 عام، كنت القمر في ليلة 14، ودار بوي عرس 7 أيام و7 ليالي بالبارود والخيل والفرسان والهيد. آه يا ولادي. وأخذت تسبح في ذكرياتها، وأبيت أن أقطع عليها تدفق الذكريات وهي تصف زواجها وزوجها وليلة عرسها وعشها الذي كان منذ 60 عاما. وطفقت تقول في نبرات حزينة: 20 عام رأيت وجه الأحباب، أصحاب روحه وهو مازال مروح، أصحاب رجعوا وهو مرجع. وسألت: أين العنوان؟ قالت: في الحبشة في بر الأحباش. وتابعت: أكتب جواب لولدي منصور ولد حليمة. قلت: الجواب يكتب باسم الأب، منصور ابن من؟ قالت: فارس، منصور ولد فارس. قلت: في أي بلد من الحبشة؟ الحبشة كبيرة واسعة. قالت: منصور في الحبشة هناك. واتكأت بيدها على المنضدة وأشارت بعصاها الطويلة: هناك هناك. وأخذت تهدي وتمزج البكاء بالآهات. وكان صاحب المقهى جالسا ينتظر ويرقب، وأشار إلي أن أنهي الحديث، فما هناك فائدة، فهي لا تعرف عنوان ابنها، لها 20 عاما وهي تسأل وتكتب جوابا بهذا العنوان: ولدي منصور بالحبشة. وقامت وفي يدها الجواب وهي تدعو الله ألا يبعد عنا حبيبة ولا يوجع أمي بفقدي وغيابي. وأخذ صاحب المقهى يقص حكاية منصور زميله في حرب الحبشة عندما أراد موسوليني أن يوسع إمبراطوريته على حساب الشعوب. لقد ساق أولئك الجنود إكراها وتحت ضغط الحاجة، أحباش يهجم بهم على ليبيا بعد إغرائهم بالمال وسلب الأحباش الحلي والأموال من النساء والبنات من الأعناق والآذان وما هو أثمن من الجواهر والأقوات. وكان يفرون أمام ضربات المجاهدين البواسل الأباء. معارك ومذابح خلفها الاستعمار في كل أرض مناضلة باسم التوسع الاستعماري. يسوقون الجنود المرتزقة أصنافا وألوانا، يزجون بهم إلى خطوط النار لمواجهة شعب آخر. هكذا زجت فرنسا بجنود السنغال، هاجمت بهم شوارع دمشق وبيروت. وهكذا زجت بريطانيا بجنود من الهند وأستراليا ساقتهم إلى مصر والجزيرة. ويسوق الاستعمار فئات من المرتزقة، أو يسوق بالإكراه قطيعا آدميا يدفع به إلى بلاد أخرى، والمجد يكون لأصحاب الإمبراطوريات والنياشين لكبار الضباط، ونخب الانتصار يشرب في كؤوس من البلور في الليالي الدافئة ويرقصون على جثث الأبرياء. ساق موسوليني الأحباش ليفتح بهم ليبيا، ثم ساق بالإكراه بعض من أبناء ليبيا ليفتح بهم الحبشة
سنة 1936. بعد أن وضع يده على ليبيا ساق عدة طوابير من الشباب بالإكراه أو تحت ضغط الحاجة قائلا: ألم يكن لكم بالأمس ثأر من الأحباش؟ وذكر أهل ليبيا بما صنع الأحباش في ليبيا، مع أن الذنب ذنب الاستعمار لا ذنب الأحباش. فالأحباش عندما سيقوا إلى ليبيا لم يكونوا أحرارا، إنما كانوا هناك أجراء تحت الحاجة والفاقة. وأخيرا كشفت أساليب الاستعمار وعرفت مخادعه، وانهارت إمبراطوريات وتقلصت، واستقلت مصر، واستقلت الهند وسوريا ولبنان، واستقلت ليبيا والحبشة والمغرب وتونس والجزائر. ما لنا نبتعد عن قصة الغائب في الحبشة. لقد سبب الاستعمار في البلاد قحطا في النفوس والبيوت، وأخذ يسوق العمال لبناء الطرق يربط ما بين مصر وتونس، وهو يحلم بتوسيع إمبراطوريته، وساق الطوابير تعبد الطريق لقاء فرنكات وجرعات من الشاي، وساق طوابير أخرى إلى غزو الحبشة، وكان منهم منصور بن الشهيد في معركة الهاني، إلى هناك إلى أرض الحبشة، ولكنه إفريقي شرقي ما له يقاتل شعبا يدافع عن حريته، ويستعمل الغزاة في حرب الحبشة الغارات الخانقة وجنود الباراشوت. وتدرب منصور الشاب الجريء القوي في فريق المظلات، ولكنه انضم إلى المقاومين الأحرار من الأحباش الأمجاد، وتذكر والده الشهيد برصاص الطليان، وأخذ منصور يضرب برصاص موسوليني دفاعا عن حرية الحبشة وثأرا لأبيه الشهيد في ليبيا وطنه الجريح. ووقع الثائر منصور في يد الطليان، فاعتبروه خائنا متمردا، وأعدم رميا بالرصاص. وعادت بعض الطوابير إلى ليبيا والعجوز تنتظر ولا تصدق. قالوا لها: لقد رقي وتزوج هناك. قالوا لها: ما زال هناك مهاجرا يتاجر وله مزعة. وهي تسأل في الصليب الأحمر، وترسل للهلال الأحمر، وترسل رسائل، فلا تجد جوابا، كان مفقودا، لكنها لا تصدق. وكانت تؤكد: لا بد أن يعود، هي تنتظر عودته وترتقب أوبته وتحتفظ بآثاره وبصوره وبملابسه، بدفاتر مدرسته، حتى بألعابه وهو صغير، بآخر خطاب أرسله، تحتفظ بها في صندوقها الكبير. وتزوجت خطيبته وخلفت أبناء وبنات، ونسيه أصدقاؤه وزملاؤه وجيرانه، ولم يبق يذكره إلا ذلك المقاوم الحبشي العجوز، وهو يقص على أبنائه وأصدقائه أنباء مقاومة الحبشة للاستعمار، وقصة ذلك الفتى الليبي الجريء الشجاع منصور الذي انضم إلى صفوف المقاومين الأحرار. ولا تذكره في ليبيا إلا هذه العجوز، وهي تلح على الناس أن يكتبوا لها خطابا إلى ابنها الغائب في الحبشة. أحبتي، وأنا أقرأ هذه القصة التي كتبت منذ سنة 1962، وجدت قشعريرة تنتابني، والدموع تتسارع إلى عيني، وأنا بالفعل أشعر بألم تلك المرأة العجوز التي تسأل عن ابنها. انظروا إلى هذه القصة على قصرها، كم كثف فيها الأستاذ علي مصطفى المصراتي من المعاني ومن العبر ومن الدروس التاريخية والاجتماعية، وأحاط بتاريخ تلك المرحلة من البلاد، ثم قدمها إلينا كما لو أننا نعايشها حقيقة. ما قرأته عليكم آنفة ما هو إلا زي ما نقوله بلهجتنا من راس الكشيك، جرعة صغيرة جدا من الأعمال الإبداعية الرائعة للأستاذ علي مصطفى المصراتي، والتي بإمكان أي منكم من المقيمين في ليبيا أن يجدها موجودة على أرفف المكتبات في محال بيع الكتب. ما عليك فقط إلا أن تسأل عن أعمال الأستاذ علي مصطفى المصراتي. أما مستمعون من خارج القطر الليبي فما عليهم إلا إجراء بحث بسيط عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في محركات البحث عن محال بيع الكتب والمكتبات الليبية ومراسلة تلك المكتبات، وأنا متأكد بأن بمقدورهم العثور على الكثير
من مؤلفات الأستاذ علي مصطفى المصراتي. الكتاب الذي بين يدي الآن والذي قرأت عليكم منه بضع صفحات هو 50 قصة قصيرة، وهذا الكتاب ليس من ضمن المجموعة التي أهداها إلي الأستاذ علي مصطفى المصراتي، ولكنني اشتريته فيما بعد من مكتبة اسمها مكتبة الشط ومقرها في سوق الجمعة من مدينة طرابلس، وأعتقد بأن بمقدوركم أن تعثر هناك على عديد مؤلفات الأستاذ، كما بمقدوركم العثور عليها في أغلب المكتبات الليبية. الأستاذ علي مصطفى المصراتي كان قامة أدبية عظيمة، صحيح أنه توفي ورحل عن عالمنا، ولكنه ما يزال باق بيننا بهذه الأعمال الخالدة والجميلة التي بمقدورنا عبرها أن نعايش لحظات من الأدب العربي والليبي العظيم. أنصحكم أصدقائي بالبحث عن أعمال هذا الرجل وقراءتها، لأنني أعتقد بأنها سوف تضيف إليكم أصدقائي الكثير من المعاني والكثير من الفوائد. كانت هذه حلقة هذا الأسبوع من بودكاست كتاب مفتوح، حاولت من خلالها التعريف بأحد القامات الأدبية العظيمة من بلدي من ليبيا الأستاذ علي مصطفى المصراتي. أرجو أن تكونوا قد وجدتم فيها المتعة والفائدة، وأرجو كذلك أن تحرك فيكم الرغبة في البحث عن أعمال هذا الرجل ومطالعتها، وربما في تعليقاتكم على هذه الحلقة تخبرونني أنتم عن تجاربكم في قراءة أعمال هذا الرجل، وماذا وجدتم وما مدى المتعة التي استشعرتموها مع أعماله العظيم. إذا كانت هذه الحلقة من البودكاست قد نالت رضاكم واستحسانكم، وأرجو أن تكون كذلك، فلا تبخلوا علي رجاء بترك علامة 5 نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إليها من خلالها. علامات 5 نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى آفاق أبعد. إذا كنتم تستمعون إلينا من خلال يوتيوب فلا تنسوا الاشتراك في القناة والنقر على زر الإعجاب وتفعيل زر التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأول. وفي الختام لا تنسوا إن أجمل طريقة لتعرفوا عن شيء من الأشياء هو أن تعرفوه كما لو أنه كتاب مفتوح، فما بالكم لو أن الكتاب كان مفتوحا بالفعل. ولن يجمعني بكم اللقاء في حلقة مقبلة من هذا البودكاست بمشيئة الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم سالمين ودمتم قارئين. إلى اللقاء.